سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ إليكم اليوم أخطر الحيوانات التي تمت تربيتها من طرف البشر داخل المنزل. سحلية الماء. عند الحديث عن سحلية الماء نتخيل عادة مخلوقات صغيرة وسريعة وجبانة يمكن أن نحملها بين يدينا، ولكن في هذا العالم توجد سحال ضخمة جدا قادرة على مهاجمة الإنسان في بعض الظروف. تحافظ هذه السحالة على مظهر أسلافها وهم الديناصورات، وتتميز بقدرتها على النمو حتى الموت، وأحياناً يصل طولها إلى 3 أمتار. يتراوح وزنها بين 5 إلى 10 كيلوغرامات، وعلى الرغم من أنها في الطبيعة تعيش على أكل الجيف، إلا أنها أيضاً قادرة على مهاجمة حيوان والتهامه، مثل القردة والفئران، وهي الضحايا المفضلة لهذا النوع من السحالي. وفي بعض الأحيان تكون قادرة على مهاجمة إنسان والتهام ساقه أو ذراعه أو جزء آخر من جسمه. وعلى الرغم من ذلك فإن عشاق هذه السحالي لا يمانعون الاحتفاظ بها في منازلهم. وبما أنها تشكل خطراً على الحيوانات الأليفة الأخرى، فعادة ما يتم التخلص منها عندما يصبح حجمها كبيراً جداً. البيزون. إذا كان وجود السحلية في المنزل مألوفاً، فمن الصعب أن تتخيلوا أن امرأة تربي حيوان البيزون في المنزل. هذا الأمر يبدو مجنوناً لكنه حقيقي، وهي تقول إن هذا الحيوان لا يسبب أي إزعاج، وعلى العكس ترى أنه يوفر جواً مريحاً داخل المنزل. تقول مربية هذا الحيوان إنه كان يتبعها في المزرعة عندما كان صغيراً، ولذلك قررت تربيته في بيتها. والأمر الأكثر دهشة أن هذا الحيوان ليس الوحيد الذي يعيش في منزل مع البشر، ففي إحدى المزارع يعيش بيلي جونيور مع حيوان من نفس السلالة. يقول إن ذلك ليس أسوأ من العيش مع كلب أو قط رغم وزنه الذي يصل إلى 832 كيلوغراما. كما يركب هذا الحيوان السيارة يوميا مع مربيه، ويقضي وقتا طويلا داخل المنزل في مشاهدة التلفاز مع بقية أفراد الأسرة الذين يفتخرون بالعلاقة التي تربط بيلي بهذا الحيوان. النمر. يشعر العديد من الناس بالسعادة الغامرة لوجود قط في المنزل، وهو الحيوان الأليف المفضل لدى أغلب العائلات. قرر مايكل جيمس وابنته جاكي تربية قط من أجل الحصول على بعض المتعة، والمعروف أن القطة تجلب الفرح والسعادة إلى كل عائلة، وفي النهاية تم جلب نمر صغير إلى المنزل. تعيش هذه العائلة في جنوب إفريقيا، والعثور على هذه الحيوانات أمر عادي بالنسبة لهم، حيث لم يكن من الصعب العثور على هذا النمر الصغير المسمى إنزو. تم جلب إنزو وعمره 2 شهر، وبعد 1 عام فقط تم نقله إلى قفص بعد أن أصبح وزنه حوالي 170 كيلوغراماً. يحتاج إنزو يومياً إلى حوالي 5 كيلوغرامات من اللحم. ورغم أن هذا الحيوان هو الحيوان المفضل لدى مايكل وجاكي، إلا أنهما يتذكران دائماً أنه حيوان مفترس ويجب الحذر منه. وكمثل أي قط آخر فإنزو يحب اللعب، ولكن إذا أغضبته فإن الأمر قد لا ينتهي بخدوش بسيطة فقط كما يحدث مع القطط العادية. الأناكوندا. الكثير من الناس يربون الأفاعي اليوم في منازلهم، ولكن من الخطر جدا أن تجعل منزلك مكانا لتربية الأناكوندا. هذا النوع من الأفاعي شهير بعدوانيته وقوته، وهي قادرة على ابتلاع أي مخلوق تجده أمامها، حيث إن طولها يبلغ 9 أمتار. ولكن هذه المرأة لا تخشى أن تكون ضحية لميدوزا، وهو اسم أفعى الأناكوندا التي تعيش معها في بيت واحد. تقول هذه السيدة إن ميدوزا صديق وفي مثل الكلب تماما، وأن الإنسان أيضا لا يمكنه أن يكون بوفاء هذه الأفعى. ولكن السؤال هو كيف تمكنت هذه المرأة من وضع كل تلك الثقة في أفعى أناكوندا؟ يرى كثيرون أن هذه المرأة مجنونة بعض الشيء، ولكنها على كل حال تعشق ميدوزا ولا تريد أن يصيبه أي أذى. ماذا عنكم؟ هل تستطيعون العيش مع أفعى أناكوندا في منزل واحد؟ شاركونا برأيكم في هذه القصة في التعليقات. الفيل. يمكن أن يكون الفيل واحداً من الحيوانات الخطيرة رغم أنه حيوان نباتي، ولكن مقارنة مع الأناكوندا فهو أقل وحشية. وعلى الرغم من أن الفيلة حيوانات لطيفة وودودة ويمكن الاحتفاظ بها في المنزل، إلا أنها لا تقل خطورة عن الحيوانات المفترسة. هذه الحيوانات لها الكثير من العواطف، ولكن المشكلة هي صعوبة التنبؤ بسلوكها. وفي المواقف العصيبة فإن الفيل قادر على دهس أي شيء أمامه، لكن هذه الفيلة الصغيرة يمكن أن تصنف ضمن الحيوانات الأليفة. رانجر أوكسيدن جلب هذا الفيل الصغير المدعو مايك إلى المنزل بعد أن نجا من الموت المحقق عند مهاجمته من طرف قطيع من الضباع، ومنذ ذلك الوقت لا يفترق الاثنان أبداً. حسناً، لابد أن نتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام. الضربان. بالتأكيد ليس الضربان ذلك الحيوان القادر على قتلكم، لكن إليكم السؤال التالي:
هل أنتم مستعدون لتربيته في منزلكم؟ بالتأكيد سيرفض الجميع هذه الفكرة رفضا قاطعا، حيث إن هذه الحيوانات مشهورة برائحتها النتنة، فهذا الحيوان يحمي نفسه بإفراز سائل نتن جدا لإبعاد الأعداء. بدأت هذه العائلة من ولاية نيوجيرسي تربية الضربان المسمى آش سيم، وهم لا يندمون على ذلك، خاصة أنهم وجدوا طريقة للتخلص من رائحته النتنة بإزالة الغدد المفرزة لتلك المادة عن طريق الجراحة. اليوم يمكن للجميع إجراء عملية جراحية لحيوان الضربان للتخلص من رائحته ثم تربيته تماما مثل الكلب. لكن هل يستحق الأمر كل ذلك العناء؟ ربما تربية هذا الحيوان ليست فكرة سيئة. الموس. على الرغم من أن الموس حيوان بري، فإن هناك العديد من القصص التي تروي صداقته مع الإنسان. هذه الحيوانات الضخمة يمكن أن تزن أكثر من نصف طن، ويمكننا القول إنه من غير المريح الاحتفاظ بها في المنزل. وإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من أنها حيوانات هادئة ومن النادر أن تهاجم الإنسان، إلا أن استفزازها يجعلها عدوانية جدا. ولكن كما ترون، هذه الفتاة ليس لديها أي ارتباك. يبدو أنها تعشق هذا الحيوان وتبادله الكثير من المشاعر، وهما يتصرفان كأنهما أصدقاء. حسناً، لكل شخص الحق في اختيار حيوانه الأليف، ولكن كل شخص أيضاً يجب أن يتحمل مسؤولية ترويض تلك الحيوانات. العقرب. كما قلنا، لا يجب أن نجادل الناس في أذواقهم. شخص يحب القطط وآخر يحب العقارب. بالطبع هذا الحيوان لن يشعر بالسعادة عند عودتك للمنزل، ولن يستمتع بحضنك الدافئ في الشتاء، كما أنك لن تكون سعيداً برؤيته يلعب مع أولادك. ولكن لسبب أو لآخر، فالكثير من الناس يحبون أن تكون لديهم عقارب في المنزل. في بعض الأحيان يكون ذلك بدون سبب، لكن في أحيان أخرى يكون هناك عشق غريب لهذه الحيوانات، خاصة السلالات النادرة منها مثل العقرب الإمبراطوري، وذلك لسببين: الأول أنه الأكثر إثارة بين كل السلالات، والثاني هو أن لدغته غير قاتلة، وهو العامل الحاسم في عملية اختيار العقرب الذي تريده أن يعيش في منزلك. ولكن رغم ذلك، فهناك ما يهتم بالسلالات السامة. في هذه الحالة، لابد أن يتم الاحتفاظ بها في أماكن معزولة ومغلقة بأحكام. وإن كان هناك حاجة للتعامل معها، لابد من استخدام ملقط. الأسود. إن تربية الأسود في الدول العربية أمر مرموق للغاية، وأشبال الأسود يمكن الحصول عليها بتكلفة باهظة جداً، لذلك يربيها الأغنياء فقط. بطبيعتها، فالأسود لا تختلف عن القطط المنزلية عندما تتم تربيتها بالطريقة الصحيحة. يمكن أن تضع يدك بين مخالبها دون أن تفترسك، كما يمكنها أن تكون حنونة جدا لدرجة أنه يمكن اللعب معها مثل القطط. وعلى الرغم من كونها ملوك الغابة، إلا أنها مستعدة لطاعة مالكها، وأشبالها مرحة جدا وترتبط بسرعة بالإنسان. ولكن رغم كل ذلك، لا بد من الحفاظ على التركيز عند التعامل معها، حيث إن سلوك الحيوان لا يمكن التكهن به في أي حال من الأحوال، وما يدور في ذهن الأسد يمكن أن يكون خطيرا. الضباع. الضباع في كينيا تتم تربيتها مثل الكلاب العادية. يمكن هناك أن تصادف رجلاً يقود ضبعاً مفترساً في الشارع مثل كلب دوبرمان، والجميع تقريباً يربي هذه الحيوانات. بالتأكيد، فالضباع لها سمعة سيئة بسبب أنها تتغذى على الجيف، ولكن مع ذلك فإن أهم مزاياها هي سرعة التعلم وطاعة مدربها. وإن حصل الضبع على المودة الكافية، فإنه سيتحول إلى صديق مخلص. ولكن رغم ذلك، لابد من الحذر من هذه الحيوانات، فهي قوية جدا وشرسة جدا، ولأسباب أمنية لابد أن تضع الكمامات دائما على أفواهها. الأمر السيء أن هذه الحيوانات عندما تجتمع معا تصدر أصوات مزعجة ومضرة بالجهاز العصبي، ولكن محبي هذه الحيوانات لا يولون اهتماما لذلك. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.